Good morning, it's great. Ramadan Mubarak. God accept your obedience, all of you. Today we will talk about an essay, how to write an essay. An essay is a short piece of writing on a particular subject. So, الإسي طبعا هي كتابة مقالة. كتابة المقالة بحكي لك هي قطعة قصيرة من الكتابة في موضوع معين. How many sentences we have here? Okay. How many sentences should be in one paragraph? هلا أنا مثل ما بدي أكتب إسي بكتبها بعبارة عن paragraph, عبارة عن فقرة. بس كيف بدها تكون الفقرة مس؟ شوف هون أنا شو كاتب لك مس. There is no number of sentences in a paragraph. ما في رقم أصلاً للجمل اللي بتكون في الفقرة الواحدة. But remember, a paragraph has one main idea. One main idea, فكرة رئيسية. And all other sentences support it. إذا بحكي لي مس الباراجراف, أنا لما بدي أجي أكتب باراجراف والإساي اللي هي المقالة عبارة عن باراجراف, لازم تكون موجودة مس عندي فكرة رئيسية فيها. يعني جملة واحدة فيها فكرة رئيسية وباقي الجمل مس support it, يعني بتدعم هالفكرة الرئيسية. When you want to say something else, start a new paragraph. لما بدي أبلش طبعا إشي جديد ببلش new paragraph, فقرة جديدة. A good paragraph contains a topic sentence. طبعا الباراجراف الجيدة بتحتوي على topic sentence اللي هو الموضوع الرئيسي مس. Other sentences in the same paragraph, برضو الجمل الثانية بنفس الفقرة support and develop the topic sentence. مس هسا الفقرة اللي بدي أكتبها أول جملة بكتبها بالفقرة هي بتكون topic الموضوع الرئيسي, لكن الجمل الباقية اللي بتكون موجودة في الفقرة عبارة عن جمل بتدعم وبتطور إيش topic sentence الموضوع الأساسي. They are called supporting sentences. ومنسميها الجمل الداعمة, جملة الداعمة. The sentence should follow smoothly and logically. لازم تكون هي فيها منطق وسلاسة, يعني smoothly تكون سلسة, and logically يعني إنه فيها منطق. Sometimes we add a concluding sentence. إحنا بعض الأحيان منضيف خلاصة, يعني جملة ناهية. وفي بعض الأحيان يعني عادي لو ما حطينا خلاصة بالإساي اللي هي concluding. A paragraph has two or three sections. إذا بحكي لي الباراجراف هاي اللي بدي أكتبها عن الإساي, إذا الإساي عبارة عن باراجراف. الباراجراف has two or three sections, جزئين أو ثلاث أجزاء, ثلاث أقسام. A topic sentence, أول واحد بنسميه a topic sentence, إذا الموضوع الرئيسي بسميه a topic sentence, which has the main idea in the paragraph. إذا أول إشي يمس بالإساي عندي topic sentence, والtopic sentence هو has main idea in the paragraph, بيحمل الفكرة الرئيسية. إذا أنا الإساي برد بعيد وبحكي, إذا الإساي هي عبارة عن paragraph, والباراجراف تتكون من عدة جمل, وبيقول لي بيكون فيها two or three sections, جزئين قسمين أو ثلاث أقسام. أول قسم topic sentence بحكي لي بيحمل المين آيديا الفكرة الرئيسية. شو كمان بحكي لنا هون, just a minute, two supporting sentences. Supporting sentences جمل الداعمة, they support and develop the topic sentence. إذا أول إشي عندي main idea اللي هي topic sentence. Topic sentence بكتب فيها المين آيديا الفكرة الرئيسية اللي بدي إياها عن هالمقال. تاني إشي الجمل اللي بعديها بعد the topic sentence بتكون supporting and develop the topic sentence. The last one or the last sentences a concluding sentence اللي هي الخلاصة, which shows the end of the essay. خلص بتنهي هون المقالة. And a point to remember, the concluding sentence is usually unnecessary. هي بالعادة concluding sentence مو مهمة. يعني المهم يا حبايبي في هالإساي كتابة المقالة عندي topic sentence, topic sentence, supporting sentence. تمام؟ هاي بالنسبة لكتابة المقالة حبايبي. Study these guidelines, هدول أنا كاتب لهم بكم تدرسوهم. And don't forget to write an essay. حبايبي بدكم تكتبوا لي essay بأني topic that you want, بأي موضوع أنت بدك إياه for the final English exam. Good luck for all. عنا برضو مس في عندي essay موجودة في كتابكم اللي هي page 72, page 72 موجودة عندي الإساي هيها. أنا علمتكم كيف نكتب إساي هلا, عبارة عن فقرة واحدة حكيت لكم بس فيها عدة جمل. تمام, فيها عدة جمل. في عندنا مس هنا إساي
read Kathy's essay, مقالة كاتبتها بنت اسمها كاثيز. Which global issues did she mean؟ أي من القضايا اللي أخذناها قضايا العالمية هي بتعني فيها المقالة اللي كاتبتها؟ The arms trade, disease, homelessness, endangered species, famine, racism, global warming ولا terrorism؟ terrorism اللي هي terrorism اللي هي الإرهاب. The last one here اللي هي الإرهاب. Okay, we have an essay here by Kathy. When you write an essay, okay, the title of the essay, on by Kathy. Okay, if I ruled the world, the first thing I would do is prevent famine and disease in the developing world. In many opinion, that's one of the most serious problems we face. I would make sure that poor farmers should call sell their food to the rest of the world. I would also make more medicines available to people in poor countries. I believe we could save millions of lives by vaccinating children. So I would make drugs companies do that. The next thing I would do is invest in more in wind, water, and solar power. We should then have clean energy that wouldn't pollute the planet. In my view, if we could also make petrol-driven cars legal, we would reduce pollution even more, and this way we could stop global warming. There are some less serious things I would do too. I would ban rap music because I think it's terrible, and I would reduce the number of sports programs on television. Finally, I would make my brother change his socks every day because they smell awful. Okay, this paragraph, I think إنه كل معانيها مش واضحة. هاي الإساي كل معانيها واضحة مس. أي معنى جديد عندكم هون؟ prevent إنها تمنع، prevent تمنع بمعنى تمنع، famine اللي هو حكينا عنها المجاعة، disease اللي هي الأمراض، عندي هون vaccinating هون اللي هو التطعيم، المطاعيم اللي بأخذوها الأطفال وهم صغار، drugs طبعا هي الأدوية، أي إشي جديد عن pollution اللي هو أصلا تلوث، global warming الاحتباس الحراري، reduce اللي هي بتقلل. Okay. I think it's terrible, and I would reduce the number of sports programs on television. بتقلل من الأعداد البرامج الرياضية على التلفزيون. وأخيرا شو بتحكي؟ I would make my brother change. بتخلي أخوها يغير شراباته كل يوم because they smell awful. ريحتهم يعني مقززة. بما معنى إنه رائحتهم كريهة. Okay. عندنا هون solar power اللي هي الطاقة الشمسية. Okay, الطاقة الشمسية. We have a questions here. We have some questions here. How would Kathy help farmers in the developing world? What would she make drugs companies do? Why would she make petrol driving cars illegal? What would she ban? What kind of TV program doesn't she like? What would she make her brother do? Then I will send to you all the answers of these questions. Okay, we have here, you must write an essay for your final exam, don't forget, and yes, we have an exercise, complete the sentences with the verbs and adjectives in the found, legal, optional, pick up, reduce, smaller, was. Found طبعا هي الverb to find. Illegal اللي هو يعني إشي مسموح. Optional اختياري. Pick up التقطة. Reduce يقلل. Smaller طبعا معنى أصغر. Was اللي هو الverb to be past. I would make smoking in all public places illegal. I would make sure that government found a home for every homeless person. I would make factories reduce the amount of pollution they produce. I would make cars
smaller and cleaner. I would make people pick up their own litter. I would make sure that clean water was available to everyone in the world. I would make school optional instead of compulsory. Okay? So you must write an essay. Don't forget to write an essay. Okay? And study the guidelines. Okay? That I explained, have explained at the beginning of this mission, of this lesson. Okay? This is, I will send to you the answers of this exercise. Here we have the answers. Okay, the answers here. Okay, hope you are enjoying watching this video. Study well. Goodbye.